السلام عليكم ورحمة الله. برحب بطلابي طلاب شعبة نظم المعلومات الإدارية الفرقة الرابعة مع مقرر دراسات تجارية بلغة إنجليزية. النهاردة إن شاء الله هنتناول موضوع جديد، وهو موضوع liquidity ratios أو نسب السيولة. The liquidity ratios، كلمة liquid the liquidity مشتقة من كلمة liquid، وكلمة liquid معناها سائل، فحتى من المتعارف عليه ان هو يقول keep away from the liquid the harmful liquids، يعني من ابعد عن السوائل الخطرة او السوائل اللي هي المضرة. فكلمة liquid كسائل احنا اشتقينا منها كلمة liquidity ومعناها السيولة، نسب اللي هي ratios، وبالتالي تبقى نسب السيولة the liquidity ratios. liquidity ratios يا شباب بنستخدمها في ان احنا يعني هي اولا مجموعة من المؤشرات والنسب، بتستخدم بشكل مستمر في التحليل المالي لما المنشأة بتكون عايزة تعرف اذا هي عندها قدرة كافية على الوفاء بالالتزامات قصيرة الاجل او لا اللي هتواجهها خلال السنة المالية. هنبدأ اول حاجة عندنا بالworking capital. working capital اللي هو رأس المال العامل، working عامل وcapital رأس المال. هو بعبارة عن ايه رأس المال العامل؟ هو عبارة عن current assets minus current liabilities. current assets الأصول المتداولة ناقص الخصوم أو الالتزامات المتداولة اللي هي current liabilities. current assets أخدناها وتعاملنا معاها أكتر من مرة، الأصول المتداولة زي cash النقدية، bank الفلوس اللي في حساب البنك، ستوكس والمقصود بيها هنا الاستثمارات قصيرة الأجل من أسهم وسندات، وكمان عندنا اللي بتكون طبعا بتحتفظ بيها المنشأة بغرض المتاجرة. في عندنا كمان debtors اللي هم عبارة عن المدينون. في كمان الانفنتوري وهو عبارة عن المخزون. بالنسبة للcurrent liabilities هي طبعا أنواع متعددة، أشهرها creditors اللي هم الدائنون، وكل ده هنشوفه خلال العرض، فما تقلقش لو أنت مش عارف السبيلينج. طبعا تقدر ترجع تاني للبارت 1 كتاب الجزء الأولاني اللي كان معانا من الفصل الدراسي الأول لمادة دراسات تجارية بلغة إنجليزية، أنت استلمت لها كتابين لونهم أحمر الفصل الدراسي الأول part 1، وكملنا فيه وبعدين كملنا دخلنا في part 2 في الفصل الدراسي الثاني. current liabilities creditors، وكمان عندنا حساب تاني اللي هو loans، ودي بتكون مقصود بيها short term loans أو القروض قصيرة الأجل. بالنسبة للcurrent ratio، current ratio هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن نسبة التداول، وهي من اشهر النسب اللي بتستخدم عندنا في liquidity ratios. حتى يعني اول ما بنقول liquidity ratios على طول اول نسبة بتيجي على طول للذهن او بتستخدم اكتر حاجة وبتؤشر وبتشير ليها هي current ratio، وطبعا بالاضافة لمجموعة تانية من liquidity ratios. طب الـ current ratio بنستخدمها ازاي؟ هي عبارة عن current assets divided by واخدناها المرة اللي فاتت وقلنا كلمة divided by يعني مقسومة على current liabilities. حتى كمان بيطلق عليها عشان ما تتلخبطش working capital ratio. كل الفرق ان احنا شلنا علامة الماينس اللي هي الطرح اللي في الوركينج كابيتال او في رأس المال العامل وحولناها لعلامة اسمه، بس كده. فالقانون بتاعها سهل خالص ومفيش فيه اي مشكلة. خلينا كده نبتدي نطبق ونشوف مع بعض. Let's review. The ability of a firm to meet its short term debts is represented by its The ability of a firm يعني قدرة الشركة to meet. كلمة meet في اللغة الإنجليزية معناها ان احنا نلتقي او انت بتلتقي مع شخص. ان شاء الله I'll meet you all soon وتكونوا كلكم كويسين، يعني ان شاء الله اقابلكم كلكم قريب بإذن الله بصحة وعافية. لكن هنا لما بنقول كلمة meet المقصود بيها انها تقوم بالوفاء بالshort term debts او الديون قصيرة الاجل الخاصة بيها. and it's represented by its اللي هي بيعبر عنها بي، ايه هي بقى قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. The ability of a firm to meet its short term debts is represented by profitability
الربحية liquidity السيولة none of the above. طبعا من الواضح ان الحل هو liquidity اللي هي السيولة. يبقى سيولة المنشأة هي اللي بتشير على قدرتها على مقابلة to meet its short term debts اللي هي عبارة عن التزاماتها قصيرة الأجل. عفوا. The ability of a firm to pay its debts as they become due. As قدرة الشركة, the ability of a firm, قدرة الشركة to pay its debts, إنها تسدد ديونها as they become due, عندما يحين وقت سددها. Become due يعني لما يبقى ده وقت السداد بتاعها جه. الله, دي مش نفس الجملة اللي فوق, احنا اختياراتنا مختلفة. هنشوف هنا بنسأل على ايه. A. A disadvantage of having little liquidity. B. A disadvantage of having little profitability. C. An advantage of having enough liquidity. طب تعالوا نفكر مع بعض. Disadvantage معناها ايه؟ معناها احد عيوب. Disadvantage of having little liquidity معناها احد عيوب وجود سيولة قليلة. طب هو ده يمشي مع الجملة اللي احنا بنقول ان قدرة المنشأة على انها تقوم بسداد التزاماتها قصيرة الاجل حينما يحين وقتها, ده معناها ان هي disadvantage of having little liquidity؟ اكيد لا, ده اكيد مش عيب. يعني ده بالعكس, ده انا عندي قدرة ان انا اسدد, فازاي ده عيب من عيوب ان انا يبقى عندي liquidity كمان قليلة؟ فالجملة مش راكبة اصلا. B. A disadvantage of having little profitability. A disadvantage of having little profitability. هنا دخل لي البروفيتابيليتي اللي هي عبارة عن ايه؟ البروفيتابيليتي هي عبارة عن الربحية. ايه دخل الربحية في الموضوع؟ احنا بنتكلم على سداد التزامات قصيرة الاجل, فالربحية مش هي اللي ليها دعوة بالموضوع ده. احنا بنقول ان السيولة liquidity هي اللي ايه؟ مختصة بان احنا نعرف اذا هنقدر ان احنا نوفي بالالتزامات دي او لا. يبقى برضو B is wrong. C. An advantage. Advantage. Advantage معناها احد مزايا of having enough liquidity, ان انا يبقى عندي سيولة كافية ان انا طبعا بأتمكن من سداد الالتزامات قصيرة الاجل. وطبعا دي الاجابة الصحيحة. تمام. All of the following are considered disadvantages of having little liquidity except. All of the following, كل الجمل التالية are considered, تعتبر disadvantages, عيوب of having little liquidity, ان انا يبقى عندي سيولة قليلة او عيوب مترتبة او مشاكل مترتبة على ان انا هيبقى عندي لما يبقى عندي سيولة قليلة. ما عدا في جملة ما تعتبرش من المشاكل او ما تعتبرش انها بتعبر عن مشاكل بتترتب على ان يبقى في سيولة قليلة. طب ايه هي الاختيارات اللي عندنا؟ A. The firm can't pay. The firm can't مش هتقدر pay its debts as they become due. مش هتقدر تدفع الديون بتاعتها as they become due, لما يحين وقتها. طب ما هو ده اصلا من العيوب بتاعت little liquidity, يبقى اكيد دي مش ايه؟ مش الجملة المقصودة. احنا قلنا كلهم عيوب ما عدا واحدة, الواحدة دي هي اللي احنا عايزين نطلعها, فطبعا دي احد العيوب, فبالتالي دي معانا, يعني دي مظبوطة. طيب يعني ماشية معانا, مش accept, مش معادة. طب B. The firm can enjoy cash discount. طيب ايه ده cash discount؟ الطالب يجي كده يفكر يقول cash discount يعني ايه cash discount وايه العلاقة بينه وبين السيولة؟ cash discount عشان نفتكر سوا يا شباب, هو كان عبارة عن الخصم النقدي اللي احنا اخدناه زمان لما كنا في سنة اولى. قلنا زمان ان في عندي different type of a of discounts, عندي انواع مختلفة من الخصومات. عندي الخصم التجاري العادي اللي معناه ان انا في تنزيل في قيمة البضاعة اللي انا بشتريها. البضاعة ديت اساسا تمنها 1000 جنيه بس عليها عرض وهقدر ان انا اخدها ب900 جنيه, لما هاجي اخدها هسجلها ب900 لان ده خصم تجاري نازل عليه. طيب امال ايه الكاش ديسكاونت او الخصم النقدي؟ الكاش ديسكاونت او الخصم النقدي هو, عشان نفتكر مع بعض, هو كان خصم مشروط. مشروط بايه؟ بان انا اقدر اسدد في حالة الشراء الاجل
خلال مهلة محددة عشان استفيد من الديسكاونت ده او من الخصم ده. لو فاكرين كنت مثلا انا في حالة الشراء بروح اشتري من التاجر، فبيقول لي انت هتشتري على الحساب، هقول له اه، قال لي خلاص انت قدامك مهلة 60 يوم، بس لو جبت لي الفلوس دي خلال 10 ايام انا هديك خصم اضافي 10% على الايه، على الدفع بتاعك. يعني بدل ما تدفع المبلغ بتاعك هتدفع خصم، بتدفع بعد خصم ايه 10%. فطبعا انا لو عندي سيولة ده شيء كويس جدا بالنسبة لي، يعني ليه ادفع اكتر لما ممكن ادفع اقل. فاول حاجة لما بيبقى قدامي اوفر زي ده بروح اشوف الناس اللي عندنا، ها يا جماعة احنا عندنا سيولة تكفي نقدر نسدد المبلغ اللي طلبه مننا فلان خلال 10 ايام، بدل ما ناخده وندفع الفلوس كمان 60 يوم وندفع ان احنا نضطر ندفع المبلغ الكامل. فلو في سيولة كافية اوكي you can enjoy the cash discount، تقدر تستمتع بيه او انت تقدر تكسب الكاش ديسكاونت. وساعتها كان بيبقى فيه حساب مترتب عليه مهم جدا اسمه ايه، ها مين يفتكر معايا الايه هو؟ خصم مكتسب. برافو، الخصم المكتسب. طيب لو انا بقى اللي بدي كاش ديسكاونت كان بيبقى اسمه خصم مسموح به، بس هو هنا بيتكلمش عن حالة البيع، هو بيتكلم على ان انا اللي هكسب الكاش ديسكاونت، معنى كده ان انا اللي بشتري. اوكي، فبي بتقول the firm can enjoy، enjoy معناه ان هو يستمتع بيه، لكن احنا هنا بنقولها بمعنى ان هو يستفيد من الكاش ديسكاونت، ان لما يجيله خصم نقدي يقدر يستفيد منه لانه معاه سيولة تكفي انه يدفع ايه بسرعة خلال فترة الخصم. طيب احنا لو فكرنا مع بعض منطقيا، صح الجملة دي لا تتماشى، هي دي مش ده بيقول can enjoy، يعني معقول وانا معايا little liquidity هقدر اكسب الكاش ديسكاونت؟ لا طبعا، ده انا ما عنديش سيولة ادفع له منين بدري، صح؟ فبالتالي دي الجملة اللي تعتبر مش من العيوب المترتبة على ان في liquidity قليلة، فتعتبر هي الجملة المختارة اللي هي ما عدا الجملة رقم B، لان دي من مزايا وجود enough liquidity مش من disadvantages of having little liquidity. اخر جملة عشان تبقى فاهمها، the firm can't pay for qualified employees. هنا can't دي معناها ان هو مش هيقدر يدفع مرتبات يجيب بيها او يستقطب بيها موظفين اكفاء، يعني هو ما عندوش، هو دايما عنده مشكلة في السيولة، ما بيقدرش انه يبقى معاه متوفر سيولة باستمرار يقدر يدفع منها مرتبات محترمة لموظفين اكفاء، فبالتالي بيبقى عنده الناس العادية. لكن لو هو عايز يبقى عنده موظف شاطر جدا وغيره هيضطر يديله مرتبات عالية وحاجة زي كده. لو انا دايما عندي مشاكل في السيولة هيبقى فيها صعوبة بالنسبة لي ان انا استقطب الشكل، يعني استقطب الايه النوع دوت من الموظفين اللي هما qualified. qualified معناها ان هو كويس زيكم كده، qualified students هما بقى qualified employees معناها ان هما اكفاء وشاطرين. اوكي، if the current ratio equals space this means it's illiquid, not liquid and not good. طب تعالوا نشوف مع بعض، if the current ratio equals how much, 1.7 or 2 or 2.6. بعرف منين؟ في رول عندنا سهلة خالص بتقول لو نسبة التداول اللي هي current ratio بتساوي 2 ده معناها ان انت وضعك كويس. حلو، لو انت اقل من 2 فده معناه ان انت سيولتك قليلة وان وضعك غير مطمئن، ولو انت اكتر من 2 فده معناه ان انت عندك سيولة ولكن وضع غير جيد برضو، لانه ده not good، ده معناه ان انت مش عارف تستثمر الايه النقد الفائض عندك اللي موجود اكتر من احتياجك في المنشأة، لان انت المفروض طبعا ان احنا عارفين ان النقدية ما بتولدش ارباح، لازم استثمرها علشان اقدر استفيد منها، فوجود اكتر منها كشكل في شكل راكد فلوس كده موجودة عندي وخلاص، ده معناه ان انا عندي سيولة اوكي لان انا جايب اكتر من 2 في نسبة التداول، لكن كمان معناه ان انا ما عنديش قدرة جيدة على استثماره، فعشان كده بيبقى not good. حلو، يبقى عندي 3 حالات، not liquid not good، وده بيبقى لو انا اقل من 2، liquid يعني سائل وgood لو انا 2، liquid يعني سائل و not good مش كويس لو انا اكتر من ايه من 2. خلاص،
طيب هنا الحالة اللي هو بيسأل عليها if the current ratio equals how much, this means it's illiquid. illiquid يعني مش سائل, اللي هو not liquid and not good, يعني معناه ان هو مش حلو, وضعك مش حلو و not liquid. كلمة illiquid هي عكس liquid, فاحنا بنديها الحالة العكسية, عشان كده قلنا illiquid. فعشان كده بين قوسين كتبت لك كلمة not liquid, يعني معناها مش سائل, يعني انت ما عندكش سيولة كفاية, وضعك مش حلو لو انت كنت 1.6 اوكي 7 سوري. فده الاختيار الصحيح لانه اقل من 2, فانت ما عندكش liquidity كويس. هنا عندنا true false. working capital represents a profitability ratio. الكلام ده صح ولا غلط؟ احنا قلنا working capital في اول سلايد اللي هو رأس المال العامل, هو ده profitability, ده نسبة ربحية ولا نسبة سيولة؟ نسبة سيولة, نسبة سيولة. فبالتالي it's false, اللي هو المفروض الصح تبقى working capital represented a liquidity ratio. liquidity ratio تمام, profitability دي false غلط. If the current ratio was 2, this means the firm can pay 2 pounds for each 1 pound in debt. If the current ratio was 2, this means the firm can pay 2 pounds for each 1 pound in debt. تمام؟ تمام. تعالوا كده نشوف مع بعض ده true ولا false. هنا بيقول current ratio بتساوي 2, فده معناه انه الفيرم بتاعتك او الشركة بتاعتك بتقدر تدفع 2 جنيه لكل جنيه من الالتزامات قصيرة الاجل. الكلام ده صح ولا غلط؟ بالظبط الكلام ده صحيح. هل فهنا بنقول ان الكلام ده true لانه 2, ف2 معناها 2 pounds for each 1 a in that. طيب بالنسبة للworking capital, لو احنا شفنا الworking capital اللي هو رأس المال العامل, هنلاقي ان هو equals current liabilities minus current assets, معناها الالتزامات قصيرة الأجل ناقص الالتزامات طويلة الأجل. الكلام ده صحيح؟ هل الworking capital فعلا عبارة عن current liabilities ناقص current assets؟ الكلام ده مش مظبوط. ليه مش مظبوط؟ لان احنا قلنا في الاول ان working capital هي الفرق بين بندين مهمين وسهلين جدا, بس الاول current assets minus current liabilities, ما ينفعش ابدا ان انا اعمل ايه اعكسهم, وبالتالي الجملة بالطريقة دي تبقى مش مظبوطة وبيكون answer false. كنت عايز ارجع تاني للنقطة اللي قبلها اللي هي if current ratio was equal to 2, this means the firm can pay 2 pounds for each 1 pound in debt. ده معناها ان احنا عندنا 2 pounds for each 1. طب لو كانت ال current ratio equals to 2.6, معناها ان انا اقدر ادفع 2 جنيه و 60 قرش for each 1 pound اللي هو 2.6. طب لو كانت ال current ratio بتساوي 1.5, معناها ان الفيرم can pay, تقدر تدفع 1.5 جنيه لكل جنيه من الالتزامات قصيرة الأجل. بس عشان إيه أوضح لك الفكرة بتاعت دلوقتي. هنشوف مجموعة من المسائل. assume يعني افترض إنه current assets equals to 200,000 current liabilities equals to 100,000. find working capital و current ratio. هنا نقلت لك المسألة تاني, وعايزك واحنا بنحل التمارين على طول تجيب معاك ورقة وقلم وتحاول تحلها الأول قبل ما تكمل الفيديو. أوكي؟ المطلوبين هما الـ working capital والـ current ratio بنفس بيانات المسألة. أول حاجة عايزينها الـ working capital اللي هي عبارة عن رأس المال العامل من غير ما نبص, هو عبارة عن إيه؟ current assets minus current liabilities. لو احنا شلنا الاثنين من بعض current assets equals 200,000, اهو حواليها دايرة حمراء وتحتها خط ازرق عشان تبقى باينة خالص اهو. طب و current liabilities 100,000, 100,000 حواليها دايرة حمراء كمان اهي,
يبقى اذا answer equals to 100,000. ودي مسألة سهلة كده، حبينا بس ايه نسخن بيها ونحاول ايه نطبق فيها تطبيق مباشر. المطلوب الثاني current ratio. current ratio equals to current assets divided by يعني مقسوم على current liabilities. so it equals 200,000 divided by 100,000. 200,000 على 100,000 يطلع بيساوي كام؟ 2 اللي هو 2. طبعا ده liquid and good، معناها ان احنا حالتنا حلوة وكويسة اهو، جبنا الاتنين، يعني عندنا سيولة كويسة liquid and good ووضعنا كويس. تمام؟ تمام. once more مسألة كمان. if cash equals 50,000 bank 135,000 debtors المدينون 38,000 creditors اللي هم الدائنون 168,000 and inventory equals to 43,000. طيب تعالوا نشوف مع بعض المطلوب. المطلوب حاجتين، نعمل اختيار للcurrent ratio equals how much والworking capital equals how much. انا دلوقتي عايزك تجيب ورقة وقلم وتبتدي تنقل معايا بيانات المسألة عشان عايزين نفكر فيها مع بعض. اهو انا نفسي جبت ورقة وقلم اهوت زي ما قلتلك، محدش احسن من حد. عشان ايه نفكر سوا. find the liquidity ratios اللي هي عبارة عن الworking capital، مطلوب اهو مكتوب بالاحمر working capital ratio. هتقولي دي ما كانتش مكتوبة، انا بس بفكرك تاني احنا كنا كاتبينها في اول سلايد. ال current ratio هي كمان بنسميها working capital ratio ومطلوب كمان ال working capital العادي خالص اللي احنا بنحسبه عادي من ساعتها. انت عندك هنا ال current assets؟ لا. جاهزة موجودة؟ لا. هتقدر ازاي تحل المسألة؟ مش هقدر. بس تقدر تجيبها؟ اه تقدر. ازاي؟ احنا عندنا مجموعة من الحسابات بكل بساطة: cash, bank, debtors, creditors, inventory. في مجموعة من الحسابات دي بتمثل لي اصول متداولة وجزء تاني منها بيمثل لي التزامات متداولة. طيب هنعرف ازاي؟ احنا لسه كنا قايلين في اول الفيديو الكاش هو اصل متداول ولا لا؟ اصل متداول، او احسن بقى نسميه بالانجلش current asset. فهنقول هنكتب فوقيه في الورقة والقلم اللي معاك CA او current asset. اتفقنا؟ اتفق. طيب بالنسبة للبنك، البنك عندنا هو المطلوب اللي بعد كده نفس المسألة بتاعتنا اللي احنا كنا بنحلها، ان احنا نجيب الworking capital. لسه معانا current assets مكملة، انا سبتها موجودة اللي هي 266,000 الاجمالي بتاعهم، وعارفين القانون بتاعها اللي هي الاصول المتداولة ناقص الالتزامات المتداولة. انت عندك حساب واحد بس يعتبر التزامات متداولة، اللي هو مين؟ اللي هو الكريديتورز اللي هم المدي سوري الدائنون ال 168 الدائنون، وانا كاتباها اهوت بالاخضر وسبتها بنفس اللون بس عشان ابين لك، وحط لك فوق تحتها خط عشان تبقى واضحه وانت بتحل ان هو ده الحساب الوحيد اللي موجود عندنا في المساله ويعتبر معانا التزامات متداوله. هنطرح الاصول المتداوله اللي احنا طلعناها current assets ونشيل منها الالتزامات المتداولة current liabilities، هيطلع equals to 98,000 او بيساوي 98,000 جنيه، وهو ده رأس المال العامل. now try this one. مسألة بقى انا عايزك انت تجرب تحلها لوحدك الاول. if total assets اجمالي الاصول equals to 300,000 fixed assets. fixed assets اللي كبسرت fixed assets، احنا مش شغالين ساعتها current. ليه جبت لنا fixed assets؟ fixed assets اللي هي عبارة عن الاصول الثابتة، واحنا عارفين طبعا ان الاصول بتتضمن تلات انواع. اجمالي الاصول في تلات انواع: fixed assets, current assets, intangible assets اللي هي الاصول غير الملموسة، وقيمتها هنا معانا 41,000 او 41,000 جنيه.
and the current liabilities بقى معانا اللي هي الالتزامات المتداولة بتساوي 45,200 pounds، 45,000 جنيه و200، 45,200 جنيه. جميل. مطلوب مننا حاجتين، اولها الworking capital وتاني واحدة هي الcurrent ratio. هتكتب المسألة، تحاول تحلها لوحدك، توقف الفيديو وتشوف الحل بتاعك مظبوط او لا. لو وقفت معاك تقدر تتابع معايا خطوات الحل بعد كده. دلوقتي مع بعض في خطوات الحل، انا نقلت المسألة تاني وبقول لك تفكر ازاي. هو طالب مننا الكرنت ريشيو. طيب احنا عارفين ان الكرنت ريشيو عبارة عن ايه؟ current assets divided by current liabilities اللي هي الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. طب هو انت عندك الأصول المتداولة؟ الالتزامات المتداولة سهلة اهي وموجودة جاهزة، 45,200. طب والcurrent assets اللي هي الأصول المتداولة هل هي موجودة؟ لا، مش مديهاني مباشرة وعايزني انا اللي احسبها. نحسبها ازاي؟ اهو هنشوف مع بعض. اول حاجة انا عارف ان total assets زي ما قلنا بتتضمن التلات انواع، current و fixed و intangible assets. طيب يعني معنى كده ما لما يديني total assets اقدر ان انا اطرح منها fixed assets و intangible assets، اقدر اطرح منها الاصول المتداولة والاصول غير الملموسة عشان يطلع لي ايه؟ current assets. بكل بساطة هتبقى بتساوي 300,000، 300,000 جنيه اللي هي T assets. كلمة T assets اختصار ل total assets، total assets minus ناقص ال fixed assets، fixed assets اللي هو 145,000، 145,000 ناقص 41,000، 41,000 اللي هي intangible assets اللي هي الأصول غير الملموسة. واحنا اخذنا الاصول غير الملموسه وتطرقنا ليها في سكشن الناس اللي كانت بتحضر معانا لما كنا بنقول او بنتكلم على كيفيه اعداد البالانس شيت. لما في بدايه الفصل الدراسي اخذنا الميزانيه ازاي بنعملها او البالانس شيت، واتكلمنا عن الانتانجبل اسس وضربنا عليها امثله مختلفه. تمام تمام. هنا بنقول انه الليكويديتي، عذرا معلش كتبتها بالخطا، هي الكرنت ريشيو ايكوالز تو 114,000 اللي هي 114,000 الناتج عندنا من طرح total asset ناقص fixed ناقص intangible اللي هي current assets أو الأصول المتداولة، هنقسمها على الالتزامات المتداولة اللي هي 45,200. هيطلع لنا في الآخر إن نسبة current اللي هي current ratio، معلش انا خطأ كتبتها liquidity ratio في السلايد دي، لا هي current ratio، بتساوي 2.5. يعني ان هي بتكون liquid and not good، liquid and not good. طيب if total assets، تاني نفس المسألة بس المطلوب الاخير اللي هو ال working capital. if total assets equals to 300,000 والfixed assets نفس الارقام معايا 145 والانتانجبل اسيتس الاصول غير الملموسة بتساوي 41,000، المطلوب ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نجيب الوركينج كابيتال. طب عرفنا من السلايد اللي قبلها ان الكرنت اسيتس ايكوالز تو 114,000، كنا لسه حاسبينها مع بعض. هنشيل منها الكرنت لايبيليتيز اللي هي الالتزامات المتداولة، هيطلع عندنا الاتنين مع بعض اهي موجودة في المسألة ب 45,200 يعني 45,200. لما هنطرحهم الاتنين مع بعض هيطلع بيساوي 68,800 يعني 68,000 و ايه يا شباب و 800. جميل جميل. وبالتالي كده بقت مظبوطة عندنا الحل اللي هو هتلاقيه لما ترجع لبداية المسألة، هتلاقي ان الاختيارات المظللة هي النتائج اللي طلعناها مع بعض. هنا بينتهي مع بعض السكشن دوت. اتمنى يا رب انكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. انا عايزاكم كمان ترجعوا لي الكتاب اللي هو المقرر علينا part 2، هنفتح مع بعض صفحة 41 42 43 41 و 42 و 43. هتلاقي الجزء الخاص بيه
ايه هي العيوب اللي بتحصل عندنا لما بيكون في عندي سيولة قليلة، وايه المشاكل اللي بتواجهني، وايه كمان المشاكل او الديس ادفانتجز اللي بتقابلني لما بيكون عندي سيولة اكتر من اللازم، وكمان هتلاقي مزايا ان انت يبقى عندك مقدار ملائم من السيولة، وازاي ان دوت بيبقى مفيد بالنسبة للمنشأة. ده في حالة ما اذا كنت انت محتار اعرف امتى ان السيولة دي ان هو يعني ان دي تعتبر عيب من العيوب، او ان دي مشكلة من المشاكل، او ان ده احد المزايا، هتلاقيها واضحة جدا وموضحة في الكتاب المقرر. اتمنى كلنا نكون بنتابع مع بعض المحاضرات اللي بتنزل خاصة بالمقرر، نزلها الدكتور محمود عبد الفتاح معانا. محاضرة مهمة جدا، راجعها اكتر من مرة، وبعد كده افتح السكشن وابتدي حله. جرب ان انت توقف وتعيده اكتر من مرة، غير الارقام وافترض ارقام جديدة. المادة سهلة جدا ان شاء الله، وبإذن الله نحاول ان احنا دايما نساعدكم فيها. واي استفسارات ان شاء الله بإذن الله انا موجودة معاكم في اي وقت. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.